Bonjour, salam, tout le monde, mes amis, mes abonnés, inchallah, tu connais le bien. Maakoum toujours, Fitness Vlogs pour une nouvelle vidéo, inchallah. Donc, aujourd'hui, vidéo muhim, jiddan, jibtilkoum, wahda l'belda, européen, assafar ilayha, bidoun tachira, imkaniyat l'hosoul ala, l'iqama, l'jinsia. Donc, suivez la vidéo sur la fin pour avoir plus d'informations à la sujet hada. Encore un chalah, mes amis, forçatoukoum, l'ilhijara ila, Europa. رانا في الموقع الرسمي كما راكم تشوفوا هنا غوفرنور دو سفالبارت فوالا. نخليكم رابط الموقع هذا في صندوق الوصف نتاع الفيديو هذه. انا هاي ديك لاباج كما راكم تشوفوا هنا كاين كاع المعلومات وانا تاني هنا يمكن الذهاب للعمل والعيش في هذه البلدة من أي بلد عربي فوالا، سواء الجزائر أو تونس المغرب أو دول أفريقية فوالا أو دول أخرى. تاني هنا درت لكم لمحة تعريفية على البلدة هذه سفالبارت فوالا. هاي ليك درت لكم هنا مميزات هذه البلدة فوالا سفالبارت. بريميرمون الدخول الى هذه البلده يكون بدون تاشيره. دخل البلده هذه بسون فيزا فوالا. هنا فور وصولك الى هذه البلده، كي توصل البلده هذه رايح ديروا لودوموند نتاع الاقامه الدائمه فوالا، لا ريزيدونس بيرمانونت، بيجو السفر فقط بالباسبور برك دومونديو لا ريزيدونس بيرمانونت. ثاني تخلصوا لي فري نتاع لودوموند نتاعكم فوالا، ماشي حاجه كبيره فوالا. ثاني عندكم امكانيه الحصول على الجنسيه النرويجيه. هنا البلده هذه يتكلمون اللغه الانجليزيه واللغه النرويجيه. هنا باش تحصلوا على ناسيوناليتي النرويجيا لديكم طريقتين، سواء تعقبوا التست نتاع لا لونك النرويجيه سواء عن طريق الزواج فوالا. هنا ثاني هناك ميزه واحده اخرى، امكانيه العوده الى بلدك الاصلي، الدخول والخروج في اي وقت فوالا. عندكم تاني امكانيه التنقل في النرويج وكل بلدان اوروبا بطريقه قانونيه. الاقامه تاع البلده هذه سفالبارت تعطيكم الحريه في التنقل سواء في النرويج او اي بلد في اوروبا بطريقه قانونيه فوالا. عندكم السكن والوظائف والعمل في البلدة هذه سفالبارت فوالا. الوظائف الموجودة للعمل في سفالبارت هي في المناجم أو في قبو البذور المشهور فيها. دونك ليميتي اللي كاينين في البلدة هذه، سواء تخدموا في المناجم أو في قبو البذور هذا مشهور في البلدة هذه فوالا. عندكم في البداية يجب البحث عن السكن. في حالة حصولك على العمل هنا صاحب العمل سيوفر لك السكن زائد الأجر. هنا دي برومي جور لازم تحوسوا على السكن، تاني الخدمة فوالا. إذا لقيتوا أن ترافاي في البلدة هذه، هنا صاحب العمل رايح يوفر لكم السكن مجانا، تاني تخلصوا أجر مليح فوالا. هنا طريقة السفر إلى هذه البلدة فوالا. كما تعرفوا بلدة سفالبارت تقع قرب النرويج، بالتالي لا يمكن السفر إليها مباشرة. أولا يجب الحصول على تأشيرة شنغن، هذا هو الشرط الوحيد فوالا، الحصول على تأشيرة شنغن إلى النرويج أو بلد أوروبي قريب للدخول إلى هذه البلدة، بيسك البلدة هذه تقع قرب النرويج. دونك مالغري كو البلدة هذه سون فيزا، مي ما تقدروش تروحوا ليها ديريكتومون. دونك الفو باسي من النرويج، بيسك البلدة هذه تقع قرب النرويج. دونك الفو افوا اموا فيزا شنغن للدخول الى النرويج او بلد اوروبي قريب من هذه البلدة فوالا. ابخي تشدو كي توصلوا النرويج تشدو ان بيس و بيان ان تاكسي يديكم ديريكتومون البلدة هذه سون فيزا وتحصلوا على الإقامة الدائمة فوالا. تاني تقدروا تكونتاكتيو لو غوفرنور دو سفالبارت فوالا، كليكيو هنا فوالا
هنا بروبو دو غوفرنور فوالا كليكيو هنا كونتاكت فوالا تلقاو هنا المعلومات كونسيرنو الغوفرنور دو سفالفار فوالا البلدة هذه عندكم اور دو فيرتور عندكم نيميرو تليفون عندكم ليميل فوالا الكوري هنا تقدروا تبعثوا vos questions par email باش pour avoir plus d'informations على الموضوع هذا على تأشيرة نتاع البلدة هذه أسفل البرت فوالا par email هنا نخليكم الرابط نتاع الايميل هذا في صندوق الوصف نتاع الفيديو هذه فوالا ثاني عندهم اون باج فيسبوك فوالا كما راكم تشوفوا هنا pour les contacter فوالا ان شاء الله تعجبكم الفيديو ان شاء الله جيب نكسبليكي كونسيرنو السوجي هذا طونتي فو شونس بالتوفيق للجميع جوست خاوتي ما تنساوش تهبطوا لتحت ديرونا لايك وتبارطاجيو لا فيديو هذه ليستفيد الجميع من الموضوع هذا فوالا لي جديد يدير ابوني بور مونكوراجي دونك ميرسي على بروشان فيديو ان شاء الله تحياتي لكم فير الناس بلوكس